هنشوف مع بعض مقادير البطاطس طبعا هتعملها الاستاذه رانيا السيد النهارده، طبعا مقدمه برنامج يحكي عنا هي ضيفه النهارده، هي مش ضيفه هي صاحبه مكان. مرسي. هتعمل لنا شوربه البطاطس بالكريمه. مقاديرها على الشاشه، هنحط عليها جزرايه. ايه رايك؟ ممكن تتفضلي بقى تساعديني بعد اذن حضرتك. كويس قوي، استعدي كده اللي بيخش المطبخ طبعا بينا. لازم يستعد يلبس الجلافزات بتاعته. يلا بينا. يلا ايوه، واحنا في منافسه هنا النهارده بقى، عايزين نشوف. لا لا مفيش منافسه، احنا جايين نساعد بعض بس كده. طيب موضوع المنافسه احنا مش قدك يا شيف مغازي. لا ما انا عايز اشوفك تعملي الشوربه ازاي. لا اكيد، لان قالوا ان حضرتك شاطره جدا في انا المطبخ. بحب المطبخ جدا. أي. وبحب قوي الحاجات المختلفه. حلو. وبحب التنوع، سبيشلي لما بيبقى البيت فيه كذا فرد. حلو. الله. بيبقى لكل واحد ذوق ولكل واحد مزاج معين في الاكل، ولما تسمعي منهم كلمه حلوه وانت قاعده كده. تسلم ايدك يا رانيا. أيوة. والله الشوربه حلوه. او تسلم ايدك يا مامي. او تسلم ايدك يا رورو. بمناسبه مامي بقى. ايوه، انت جيتي بقى فتحتي مجال للاسئله. يلا رانيا، تحبي تاكل ايه من ايد مامتها في بدايه الشهر الكريم؟ اولا كل سنه وهي طيبه، اقول لها كل سنه وهي طيبه وجميله وبصحه دايما، هي وكل الامهات يا رب وربنا يخليهم لنا. لا انا بص بقى، انا خارجه من مدرسه اكل اتعلمتها من امي. يعني امي طباخه جميله قوي. حل. وطعمه قوي، واكلها نفسها فيه حلو قوي. حل. بتعمل حاجات حلوه قوي. محاشي يعني خطيره. لا بس في اكله يعني لما بيجي الشهر الكريم رانيا عارفه ان هي هتفطر منها. الحمام. الحمام ده ماكلوش غير عندها. حل. الحمام ده بتاعها. يعني ملعبها. ملعبها. تخصص بقى. بتعمله بالفريك ولا بالرز؟ الاثنين. وانا بحب الاثنين على فكره، انا بحب كل الاكل. حلو. عندي مشكله بقى كمان ان انا اكيله قوي. وده بيخليني اكل كتير، وبعدين لما بتبقى بتعرف تعمل اكل وبتحب تاكل. بالموضوع بيبقى محتاج شويه كنترول. يعني اعرف من كده انت بتتعزمي ولا بتعزمي في رمضان؟ الايه؟ بتتعزمي، تحبي تتعزمي ولا تعزمي؟ بحب طبعا. بحب اتعزم وبحب اعزم. لاني الاكل في رمضان بيحب اللمه دايما، طبعا اللمه واصحاب العيله والعيله وكل ده. بالظبط. طيب رانيا لما تخش المطبخ وعندها ضيوف، اول ما تفكر تعمل اكل ايه هي حابه تعمله؟ هعمل فريك بالبط. بط بالبط. عامله اكله صعبه قوي. قول لنا بيتعمل ازاي. انا بحب قوي الفريك. بحب الفريك جدا، وبحب قوي البط بالفريك. بعمله ازاي؟ عايز تعرف طريقه الفريك؟ بس خليني الاول تبلي لي البطاطس دي كده على طريقتك. انا ريحتك من تحمير البصله. وريحه أتبلها؟ البصل. تبليها لي. اتبلها بهارات. يلا شوفي ايه ذوقك التوابل، لان التوابل كمان مهمه جدا. انا احب اديها كده نقطه كركم. حل. ما يضايقنيش. شويه بابريكا تدي لون وطعم. حل. مش هحط لها كمون. برافو عليك. لها ملح. برافو. في زعتر، ايه رايك؟ ممكن اديها شويه زعتر. هحط لها ملح وفلفل. يلا حلو قوي. لا شاطر انت، لو كنت حطيتي كمون. لا 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 لا، تبقي فاشله في المطبخ. لا 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 لا، هتاخدي درجه زيرو. الكمون اولا طعمه بيركب على كل حاجه. وليه استخدام معين، وفي حاجات تحب الكمون. الله عليك. وحاجات ما تحبش الكمون. من ضمن الحاجات اللي تحب الكمون اساسي، ما ادتنيش الملح. الملح الحاجات اللي تحب الكمون اساسي. بنشوفه دايما على السحور. ايه هو؟ الفول طبعا. مثلا شاطره يا اخوانا، دي شاطره في المطبخ جدا. اتفضلي نحط كده. احكي لك بقى عن الفريك بتاعي عشان الناس كلها بتحبه. كويس الملح كمان بالسالب، يعني نقدر نعالج مشكله زياده الملح. الملح والسكر طبعا. اللي بيحبهم قوي بيواجهوا مشكله كبيره، لان هم خطر جدا. حل. بس للاسف برضو احيانا انت عارف المصريين اكيله. ممكن تحط لنا ميه؟ واحنا بنحب الاكل نديها تشويحه بس. طيب نديها كده تشويحه بسيطه، ندي لون للبطاطس وتاخد لون وتبقى كمان تاخد لون وتبقى مستويه حلو، ونديها تشويحه. حل. حلوه. حبايبنا نقدر نشوف مقادير مكرونه بالبشاميل. المره دي هنعملها بالفراخ مش باللحمه، والبطاطس في ايد الاستاذه رانيا بتتكلم مصري. ايوه الضحكه الجميله. يا حبيبي انت جميل يا شيف مغازي، والناس كلها بتحبك. الله يبارك لك، اشكرك، انت منورانا. هنحط لها مرقه او بتحط لها حاجه ولا ممكن شوربه فراخ او شوربه لحمه؟ لو عندك. مظبوط. حلو، زود الميه. هزود. وعارف دي لو خدت جزرايه تبقى لونها ومعاها نص طماطمايه، يعني هي الشوربه زي السلطه بالظبط، فيها تركيبات كتيره. بالظبط. بس انا حابب ان البطاطس تبقى واخده طعم البطاطس. يبقى كنا نديها كده نص جزريه بس لو ما يضايقكش. مفيش مشكله. انا بص المطبخ ده موسوعه، مين اللي حابب احكي لك عن الفريك. الفريك بقى انا بنقع الفريك شويه في ميه الاول. عشان يبوش. وبعدين بصلايه وشويه ثوم وجزره. حلو. كله مضروب مع بعضه في الكبه. حلو. او مبشور وبيتشوح. هنقفل دي ولا هنسيبها كده؟ لا هنزود لها شويه ميه بس كمان. يلا
شفتي انت البطاطس بدات تستوي ازاي؟ وعندنا الله 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 رشه موتزاريلا كده من فوق ما يضايقكش؟ لا رشه بقدونس تقصدي. بقدونس؟ بقدونس. ما بتحطش جبنه من فوق؟ الشوربه بتاعتنا. الله شوربه البطاطس الجميله دي كمان. شوربه البطاطس لذيذه جدا، حطينا بصله وحطينا ثوم مفروم وشوحنا، وبعدين حطينا بطاطس متقطعه واديناهم تشويحه، وبعدين حطينا شويه جزر. شوف التفاصيل بتاعه الشوربه. البطاطس بدات تتهرس مع الجزر. انا من هواه اللي يشربوا الشوربه يكون بنضربها في الخلاط ولا بتبقى زي ما يعني هي كده؟ يعني ممكن تضربها في الخلاط او انك انت تهرسيها زي ما هي كده عادي زي ما تحب. بتحبها زي ما هي. احنا ممكن نعملها عادي كده في الكب اهوت. انا ببلندد بقى. انا بحب اضربها عادي تضربيها. انا بحب اضربها واحط عليها شويه الكريمه. بس في الحاله دي خلي بالك بتحط لها شويه كريمه لباني. طبعا. مش انت قلت هتحط عليها كريمه؟ نحط عليها كريمه. بس شوف الاول ده فين. مين علمك الاكل؟ ده كلام كبير قوي. مين علمك الطبخ؟ ايوه احنا معانا وقت قد ايه في الحاله يا شفيق؟ عشان السؤال ده عايز السؤال ده عايز حلقات مسلسل. طيب حاضر ماشي. الوالده حاضر عينيا الاثنين. يعني على فكره شوربه البطاطس في طريقتين للتقديم. انا هجاوب حضرتك على السؤال بس عشان هم عايزين يشوفوها، ان احنا ممكن نخلطها او ممكن نخليها زي ما هي كده في تفاصيلها، وكده كده البطاطس غنيه بالنشويات والكربوهيدرات. فبتديني النشويات بتاعتها بتدي قوام لوحديها. اوكي. عشان كده بنستغلها فدايما في اطباق الشوربه تربط الشوربه زيها زي النشا. ايوه. يعني النشا اللي موجود في البطاطس قيمته الغذائيه عاليه جدا، وربنا سبحانه وتعالى خلقه ان هو بيمتص السموم اللي موجوده في الجسم. سبحان الله. فاحنا ناخدها بقى مقليه مشويه شوربه زي ما احنا حابين. طبعا. ممكن نغرفها هنا. يلا. يا اما السؤال بتاع حضرتك مين علمنا المطبخ؟ ايوه مين حببك في المطبخ ومين علمك؟ امي رحمه الله عليها. الله يرحمها ويحسن اليها. امين يا رب العالمين. ادي الشوربه اهي تغرفها لنا كده. نغرفها. اللهم صل على النبي. هنا كده اهي. في هنا. ايوه تمام زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. ممكن نحط شويه كرفس احنا حابين. جميل الكرفس في الشوربه بحبه. بحطه مع شوربه الكوسه. دايما الكرفس هو ملك الشوربه. انت عايز بحطه مع الكوسه؟ لا اغرف انت. بحط مع الكوسه والبروكلي. بحبه قوي الكرفس. وبعدين كمان جماله في خضاره مع الشوربه. ينزل بقى كده. انا عارفك بتحب الحاجات الحلوه دي. هي دي. الله. الله على الحلاوه. ايدك يا شيف. تسلم ايدك يا شيف مغذي طبعا. الكرفس بايدك يا استاذه رانيا على الشوربه. يلا. اهو الكرفس موجود معانا. ست الكل اهو. اتفضل. هنا اهو اهو. مفهوم. متقطع كمان؟ طيب انا خلاص كل حاجه جاهزه يعني. مش مشكله. قول لنا السفره بتاعتنا ايه النهارده يا استاذه رانيا؟ السفره بتاعتنا النهارده عاملين سوب حلو قوي، شوربه بطاطس بالجزر تجنن تجنن بطريقه جديده.